من فضلك. نسيت مفاتيحي وشنطتي في شقة الأستاذ عزت. شكرا. قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم. عايزة اسلم على امينه. انت مش شايفه يا نوره ان الوقت ده متاخر خالص على الزيارات؟ ده انتوا اهلي. وانت في الحاله دي؟ انا محتاجه لاختي. محتاجه لك يا ليلى. كده يا نورة، وعنده حق. الولاد يا نورة، خايف على ولاده مني. حبيبتي الوقت متأخر، انت سكرانة. انا سكرانة، عايزة امشي يا ليلى. امشي. نورة. ليلى. الليلة نهاية عذابي قبل كده بسنين كانت البداية.
بداية رحلة العذاب، انتحار. عمري ما كنت أقبل أبدا حاجة مش عايزاها. قلبي وحريتي ومستقبلي طول ملكي لوحدي. يا بابا أنت ليك حياتك وأنا ليا حياتي. كان حد قالك حاجة وأنت بتعذب المسكينة أمي؟ قلت لك أنا حاجة لما شفتك بتبوس عايدة جارتنا. حد قدر يتنفس بحرف وأنت بتيجي وش الفجر سكران؟ ماما يا حبيبتي دموعك بس هي اللي كانت بتعبر عن آلامك، حتى لما كان بيضربك. أنت قاسي يا بابا، بتعمل كل اللي أنت عايزه بحجة إنك راجل. أنا كمان هعمل اللي أنا عايزاه، أنا جيل تاني وإرادة تانية، أنا حرة يا بابا. ازيك دلوقتي يا حبيبتي؟ كويسة. تعملي في أمك كده؟ عاوزاني أموت يا نورة؟ اوعدينك مش هتعملي في نفسك كده مرة تانية. اوعدي أمك حبيبتك. أوعدك يا ماما. وعشان خاطري اقبلي، أنا برضو أمك وأعرف أكتر منك. وأبوك عايز يطمن عليكي زي ما اطمن على أختك. أنا مش زي أختي. ما هو ده اللي مجننه، إنك مش زي أختك، واخدة حريتك زيادة عن اللزوم، وهو ده اللي مخوفه. خلاص لما احب واحد هتجوزه على طول. يا بنتي كنا بنعرف الجواز اسمه ونصيب، وكنا بنحط قدام عينينا ان عريسنا هو راجلنا نحبه ونحترمه ونربي اولادنا منه. زماننا غير زمانكو يا ماما، جيلنا غير جيلكو. جيل ايه يا بنتي؟ حرية ايه اللي ادوها للبنات؟ حرية ايه بس ما كنا كويسين؟ كان فيه ستات ورجالة، والنبي دلوقتي ما بعرفهم من بعض. يا سلام عليك يا ماما وعلى كلامك. يا حبيبتي ايوه كده اضحكي. أنا تعبت خلاص وعايزة استريح عشان خاطر يا نورة، عشان خاطر ماما. عشان خاطرك يا ماما أعمل كل حاجة. ده أنت جميلة، جميلة قوي. عارفة. أنت كمان دمك خفيف خالص. مفيش حد قبل كده قال لي إن دمك خفيف. أنا عايز أعرف أنت إيه؟ مفيش روح؟ مفيش إحساس؟ تلاجة! بداية رحلة الحرية يا حبيبتي يا ماما. الله يرحمك. بعد ما بابا مات عمر ما في راجل هيستعبدني. أنا عايش بإرادتي وحريتي. الحياة ما ادتنيش قبل كده غير العذاب والدموع. أنا حرة، هتمتع بحياتي زي ما أنا عايزة، وعمر ما حد أبدا هيمس حريتي. Thank you.
دي نورة، انت ما تعرفش نورة. هايلة هايلة جدا. بقول يا حياتي خدي بالك الليلة من حسين بيه قوي. في عملية بخمسين ألف جنيه. ها تعبان يا عادل، نفسي ارتاح، نفسي انام. معلش واجي بوزة كمان. بقول ايه؟ نعم. تلاقيه وكلميه بايديك الحلوين دول، اديله كاس ويسكي وبعزميه كمان على سهرة تانية تكون جميلة. ها مستقبلنا يا حياتي. حاضر. طبعا هربانة من الجو المكتوم اللي جوه. ايوه قلت اشرب سيجارة في الهواء. عندك حق، اما انا بقى فنيل وحشني، جيت ابص عليه بقى لي خمس سنين ما شفتوش. حضرتك كنت مسافر بره؟ ايوه كنت بشتغل في الامم المتحدة واتنقلت مصر اخيرا. اسمي منير فتحي. وانا نورة، نورة احمد، موظفة في مصر للطيران. يظهر انك مش متعودة على الجو ده، دخان وخمرة ورقص، حاجة مملة. بالعكس دي حاجة مسلية خالص، ومادام فاضية ليه ما سهرش؟ ايوه بس مش كل ليلة.
وليه مش كل ليلة؟ وشمعنى يعني النهارده مروحة بدري؟ لازم بقى جوزك مستنيكي في حتة تانية. أنت مؤلف؟ طبعا لا. بتسألي ليه؟ جوزي إيه؟ أنا مش متجوزة. أنا كنت متجوزة وخلاص حرمت. عمري ما هتجوز تاني. طب اتفضلي. جواز إيه؟ الجواز سجن كبير بندخله برجلينا ومش من السهل الخروج منه. أنا اكتشفت من أصحابي المتجوزين إنهم عايشين في كدبة كبيرة اسمها الهدوء والاستقرار. وعلى إيه؟ أنا مش هتجوز أبدا. هعيش حر. اتفضلي. الورد كتير وكل وردة بتتمتع بلون من الجمال. ليه أفضل طول عمري عبد؟ أسير لست واحدة؟ تقطف الوردة وتشمها وبعدين ترميها وتدوس عليها. مش بالظبط كده. لكن ده بالظبط اللي بتعمله دلوقتي كتير من الستات. الست الأخرى تحب تغير لكل راجل لون وطعم. عشان كده أنا مش هتجوز. وكتير غيري من الستات برضو مش هيتجوزوا. إيه؟ أنت جريئة جدا. مش أجرأ منك. تخرج ورايا وتركب معايا الأسانسير غصب عني وتركبني عربيتك غصب عني. غصب عنك؟ أنا عملت كده؟ طبعا. أول مرة أشوف واحدة بالنهار أجمل منها بالليل. بلاش مجاملة. أفتكر ده نوع السيجارة اللي تحبيها؟ أنت ما تنساش حاجة أبدا. اللي يحب الجنس اللطيف لازم يعرف ازاي يوصل لقلبه. احنا برضو زيكم بنعرف نوصل اللي احنا عايزينه وعندنا طرق كتير من الصعب تعرفوها. ولو مهما كان انتوا برضو الجنس ضعيف وانتوا من الجنس القوي مش كده؟ احنا يا دكتور عارفين كويس نقطة الضعف اللي فيكم وعارفين انكم مغرورين ومعقدين. عشان كده بنتظاهر اننا وقعنا في حبكم مع اننا احنا اللي بنرمي الشبك واحنا اللي بنصطاد. القوه في ضعفنا ويوم ما بتقعوا بنتظاهر باننا الضحيه المسكينه الساذجه الضعيفه وانتم الوحوش المفترسين الاقوياء. بقى احنا معادين؟ مش انت اللي ابتديت التحدي؟ من غير تحدي. يظهر انك مريتي بظروف قاسيه عشان كده بتتكلمي بالطريقه دي. فعلا. لكن انا كنت دايما اقوى من الظروف. بايدي غيرتها وانتصرت عليها. برافو. تعرفي لما الانسان بيحب ما يبقاش فيه كل اللي بتقولي عليه ده. لا تحدي ولا جنس قوي ولا جنس ضعيف ولا شبك ولا صيد، لكن عطاء وتضحيه. اتنين كل واحد منهم بيدوب في التاني لغايه لما يبقوا الاتنين واحد. برضه ده كلام. دي غنوه. صدقيني يمكن غنوه زي ما بتقولي، لكن بقولها باحساس ومن قلبي. نمشي المشوار سوا، تسافري معايا وتوقفي ورايا وتشجعيني. أنا كمان كنت أتمنى أقابلك من زمان، لكن ليه أكون وراك؟ ليه ما نكونش جنب بعض؟ أنا كمان ليا شخصيتي وأمالي، ليه بتفكروا إننا نتبعكم؟ ليه؟ لا يا حبيبتي ما بقولش حاجة من عندي، ده دورك في الحياة. إحنا دورنا نبقى جنبكم، مش وراكم. نورة حبيبتي، الراجل عايز الست اللي تعيش عشانه، تديه الحنان والتضحية، إنسان يلاقيها في أفراحه وآلامه. وأنت الراجل ده يا منير؟ أيوه أنا الراجل ده. لكن انا مش الست دي. انا بستغرب ازاي انت سافرت بره. بره وجوه وفي كل مكان،
اذا كانت ظروف الحياه استدعت ان الست تقف جنب الراجل فده شقاء للاثنين وللاسره. يظهر اننا مختلفين، كان غلط اننا نتقابل. نوره اذا حبيتي حب حقيقي هتحسي بالكلام اللي بقوله. انا مش هحب ابدا، الحب قيد. امال احنا ايه اللي بنعمله ده؟ مش حب ولا تضييع وقت وتسليه؟ معرفش، لكن انا اعرف اننا كل ما بنتقابل بحبك اكتر وبتألم اكتر من افكارك ونظرتك في الحياه. دلوقتي جاي تقول ان كان غلط ان احنا نتقابل؟ ايه خساره؟ خساره على الوقت اللي قضيته معايا ولا ايه الخساره؟ خساره ان احنا نحب ونفترق. نفترق؟ من غير ندم؟ من غير ندم. اندم على ايه؟ اندم على انك عايز تخليني وراك؟ اندم على انك عايز تعاملني زي ابويا ما كان بيعامل امي؟ مفيش ندم ولا حاجه. انت مش فاهماني. انا عمري ما هكون زي ما انت عايز. نوره نوره نوره. موجودة. أكل الجنان يا مربت هاني. مين يا بدرية؟ نورة هاني. نورة 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 أكلمها. مش وقته. ما صحيح مش وقته. في صحتك. في صحتك يا فندم. قولي لها الهاني مش موجودة. مش موجودة يا فندم. أكلك يجنن يا مربت هاني. ميرسيه. أنستنى يا حسين بيه. حبيبتي نورة. ها؟ حماتي واخوات جوزي هنا. طب نورة اهلا يا حبيبتي. ازيك؟ الحمد لله. مين وطمسلوى هنا؟ تعالي. ازيك يا ابي؟ اهلا وسهلا. اهلا يا طم. ما حدش بيشوفك ليه يا نورة؟ ابدا ما شاف. فستانك حلو قوي يا نور. عاجبك؟ جنان، كلك على بعضك عجبان. يا ريت اقدر ابقى زيك. سلوى. نعم يا ابي. اديني كوبايه ميه من فضلك. اجيب لك انا. لا اتفضلي انت. انا عاوزها هي اللي تجيبها. هي من امتى سلوى بتجيب لك ميه؟ معلش، قوم انت يا سلوى هاتي كوبايه ميه لاخوك. هتشرب سجارة؟ انت جننتي ولا ايه؟
وماله يا ابي لما تشرب سيجاره؟ مين قال لك يا نور هانم ان بناتنا بتشرب سجاير؟ بلاش، كل واحد حر. لا لا لا، مش كل واحد حر كده وخلاص. الحريه تكون في حدود الاخلاق والدين والتقاليد. خدي غطي رجليك يا نوره، جوز اختك قاعد. انا لو اعرف انكم هنا ما كنتش جيت. ما تضايقيش والنبي يا نوره، انت عارفه طبعا ليلى، انا كل ما باجي بخرج وانا مش ناوي ارجع، لكن اللي بيرجعني ان انا بحس ان انا محتاجالك، محتاجه اشكيلك، احكي لك عن ظروفي. امال هقول لمين يا حبيبتي؟ طيب معلش مش دلوقتي، انا عذراك يا ليلى. اهدي دلوقتي وروحي، انا مستنياك الصبح نقعد مع بعض. احمد هيكون في الشغل والولاد في المدرسه، انا كمان عايزه اقعد معاكي. طيب يا ليلى، حاضر، مع السلامه يا حبيبتي. Thank you.
بنضيع. ننتهي. أرجوكي ما تضيعيش عمرنا. أنا ما استحقش أبدا. أنت تستحق حياتي كلها. ما كنتش عارف. ما كنتش أتصور. يا منير، أنت أول حب في حياتي. بس أول واحد. كنت عايزني أدي نفسي الواحد ما بحبوش، لمجرد إن في ورقة بينا، لمجرد إنه جوزي. جوازك وسهرك وكلامك الجريء. أنا أول واحد في حياتك. مش معقول. مش معقول. معقول. معقول يا حبيبي. معقول. مش معقول. مش معقول في واحدة بالحلاوة دي. ايه ده؟ كأنك حورية. ايه يا منير؟ جميلة بشكل. كأنك لوحة راسمها فنان عظيم. تعرفي انك من غير ما تكش تجنني. فيكي براءة بموت فيها. خلاص ما دام عجباك كده من النهارده مفيش مكان. طيب يا حبيبتي، شوفي بقى انا وضبت لك الشاي وعملت لك توست بالجبنه. انت بتدلعني قوي. وبعدين هاخد على كده. وماله؟ ربنا خلق الستات عشان ندلعهم ونحبهم. هي دي السعاده الحقيقيه للراجل. لكن الستات مش عايزين يعترفوا بكده. قصدك تقول ان الست هي اللعبه اللي اتخلقت عشان تسلي الراجل. بقول لك ايه؟ انا مبسوطه ومش عايزه اتناقش معاك عشان ما نتخانقش. عندك حق. نور انا مضطر امشي دلوقتي، عندي اجتماع مهم قوي، والا كنت قعدت معاكي. انا بقى ما عنديش اجتماعات، هفضل هنا. يعني هتعملي زي ما كل ست بتستنى الراجل بتاعها؟ ممكن تخرج بره بقى. حريم وهتفضلوا طول عمركم حريم. اخرج بره منير. تعال. في حاجه؟ كلمة واحدة واركع. طب ما تقوليها. ما ينفعش كده. تعال. يا جلد. ايه بقى يا ست اللي عايزة تقولهولي؟ اللي عايزة اقولهولك. الو نورا، مش معقول. اخس عليكي يا وحشة، تلات ايام ما اسمعش صوتك. هو اللي بيحب بينسى اصحابه؟ ما تتصوريش مالي عليا حياتي ازاي. بحس وانا قاعده معاه اني بشربه نقطه نقطه. افكاره، عواطفه، شخصيته، عقله، حتى عصبيته اللي ابتدت تبان برضه دمها خفيف. تصوري وانا قاعده في البيت لوحدي بركب له زراير قمصان وبطبخ له. معقول بقى انتي نوره هتعملي له كوسه بالبشاميل؟ طب هاتي ورقة وقلم لما أمليكي يا أبلة نظيرة. نورا انا عايز اقولك حاجه بس ما تزعليش. مفيش حاجه هتزعلني الا اذا ما جتش على الغدا. ما هو غصب عني. على العموم اللي يعجبك. مع السلامه. نورا نورا. بتضحك؟ مش اتغديت؟ ايه اللي جابك؟ انا ما رضاش ابدا انك تزعلي. انا ما اتغديتش لاني هتغدى مع اجمل واحده في الدنيا، مع نوره، حياتي، قلبي، روحي. انا بقى مش هتغدى معاك. ما تقدريش. لا اقدر. لا ما تقدريش. لا اقدر. لا هتغدي معاك. اوعى تكلمني. ما بحبك. اوعى يا منير ما بحبك.
بحبكش يا اخي. الله الله. من فضلك. أيوة نورة موجودة. أنا أختها ليلى. أهلا وسهلا. هو حضرتك اللي بتسألي عنها في التليفون؟ أيوة أنا. صدقيني نورة شغلتني عليها قوي. لا لاقيها في بيتها ولا هنا ولا في أي حتة. راحت فين؟ معرفش. وحياتك تقولي لي أختي فين؟ عاوزة الجد؟ طبعا. نورة اتخطبت حبيبتي وما تقوليش. والله ما اعرفش. وراحت فين لما اتخطبت؟ مع خطيبها. مع خطيبها؟ في بيته. يا خبر، وده معقول؟ لازم اتجوزوا بقى. لازم اتجوزوا بقى. وبيت جوزها فين؟ صدقيني انا ما اعرفش غير اسمه. بيته لا، اسمه منير فتحي. الدكتور منير فتحي. دكتور؟ دكتور. هو اسمه الدكتور منير فتحي. محمد. محمد منير. منير 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 فتحي. 25 شارع محمد عبد الخالق، مصر الجديدة. انت مستني حد؟ لا ابدا. حد زي مين؟ طب ما تقوم تفتح. ايوه حضرتك الدكتور منير فتحي؟ ايوه انا الدكتور منير فتحي. مش تقولي تفضلي. انا ليلى اخت نورة. اخت نورة؟ تفضلي 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 يا فندم. تفضلي. مبروك. ولو اني زعلانه منكم. الله يبارك فيكي. مبروك على ايه؟ كده تعملوها من غير ما اعرف. فين نورة يا حبيبتي؟ ازاي تعمل كده من غير ما تقولي؟ ده انا اختها يا دكتور. طيب اتفضلي حضرتك، هندهلك نورة حالا. اتفضلي. مين يا منير؟ تفتكري مين؟ ليلى اختك. ليلى اختي هنا؟ ايه اللي جابها؟ عرفت منين ان انا هنا؟ صوري جايه تقول لنا مبروك. مبروك؟ مبروك على ايه؟ معرفش. اتفضلي سليم. مبروك مبروك يا حبيبتي. ولو اني زعلانه منك قوي. على العموم المهم الدكتور منير يكون كويس. انا مش مهمه تكوني مستريحه ومبسوطه وربنا يهدي سرك. ايه يا ليلى مستريحه ومبسوطه وربنا يهدي سري؟ ايه الحكايه؟ امال عايزاني اقول لك ايه؟ على ايه؟ على جواز. جوازي؟ هي دي حاجه تستخبى. صاحبتك سوزي قالت لي. قالت لك اني جوز الدكتور منير. قولي لي هو دكتور في ايه؟ ليلى. ايوه يا حبيبتي. مالك ليلى؟ انت عارفه ان انا صريحه وما بخبيش عنك حاجه. احنا اخوات يا نور. وانا ما بخافش من حاجه عملتها. عارفه وانا حره في كل تصرفاتي. هو حد قال غير كده؟ انا مش متجوزه منير. مش فاهم. انا ما اتجوزتش منير. يعني لسه مخطوبين؟ ولا مخطوبين. ولا حتى مخطوبين؟
امال معنيته ايه وجودك هنا وفي اوضه نوم؟ بنحب بعض. ده كفايه؟ عندي انا كفايه. الله يسامحك ليلى، انا مش ناقصه. اقول لك ايه، تعالي معايا وكفايه اللي حصل. اذا كان الدكتور غواكي وضحك عليكي باسم الحب، لو كنت في مشكله ولا هو مهددك بحاجه، انا اختك هقف جنبك. مش انا بس، كل الناس الشرفة هتقف جنبك، والقانون والدنيا كلها. انت بتقولي ايه؟ انا جيت هنا برجليا بارادتي. منير ما قاليش تعالي، انا اديته نفسي لاني بحبه. الحب هو القانون، هو الجواز، هو كل حاجه. والدين هو الحب يمنع انكم تقفوا قدام المأذون، ترتبطوا قدام ربنا والناس والمجتمع، وكلنا نبقى معاكم. هودي وشي فين دلوقتي؟ اختي انا عايشه كده كده. نوره نوره تعالي معايا، ده احمد جوزي لو عارف الناس تقول علينا ايه. ماما لو كانت عايشه كده عملت ايه؟ وبابا؟ المهم عندكم الناس، المهم عندك ان جوزك يعرف. بابا وماما ما كانوا متجوزين، وانت عارفه كويس بابا كان بيعمل ايه. وانت ايه حياتك؟ لا ليكي راي ولا امل ولا اراده. ليلى انت ليكي حياتك، وانا ليا حياتي، عايشه زي ما انا عايزه. هقول لك ايه، انت اختي، ما اقدرش اقول لك انت، انت اختي الصغيره بنتي. ما تعرفيش دلوقتي انا قلبي بيتقطع ازاي، نفسي اتكسرت. كنت بتمنى لك غير كده خالص خالص. حبيبتي تعالي معايا. يا دكتور منير، انا مش ممكن اعرف ان اختي تعيش معاك كده. نوره تعالي معايا. سيبيني يا ليلى. ارجوكي تعالي معايا. سيبيني يا ليلى. ارجوكي ارجوكي تعالي معايا. هسيبك يا نورة، بس أنا برضو أختك، هفضل عاتلة همك وبتعذب علشانك لحد ما تيجي تقولي إنك فوقتي لنفسك. ربنا معاكي. عندها حق، كلامها أثر فيها. طب ما الحكاية بسيطة، علشان ترضيها وتحل المشكلة روح هات المأذون ونتجوز. نتجوز بس عشان نرضي أختك؟ لا، والناس والمجتمع. مش هي دي سنة الحياة؟ جواز وأولاد وخيانة، الراجل يبقى سيد والست تبقى عبدة، هي تطبخ وتمسح وتخلط وتربي الأولاد، وهو هو يسهر ويخرج ويضرب ويشتم. مش هي كده؟ انت ليه متصوره الجواز بالشكل ده؟ لما تعرض عليا الجواز يا منير هقولك رأي تاني، بس انت مش هتعمل كده. تعرف ليه؟ لانك مهما سافرت ولا رحت ولا جيت، زي ما انت قلت، عايز الست باستمرار تبقى وراك، عمرها ما تبقى جنبك. نوره، انت عارفه انا بحبك قد ايه؟ انا عمري ما ارتبطت بواحده زي ما ارتبطت بيكي، لكن بصراحة أنا لا بستريح لأفكارك ولا حريتك. وأنا مش هغير أفكاري، وهعيش طول عمري حرة،
واليوم اللي هتخوني فيه هخونك. عمري ما هبقى زي اختي ولا امي ولا زي حد ابدا. تبقي ما بتحبنيش. انا دلوقتي مش بحبك ومتضايقه ومش عايزه اشوفك، عشان كده هاخد شنطتي وامشي. نورا ايه اللي بتقوليه ده؟ ايه بيجي لما بكرهك؟ مش من السهل ان احنا نفترق. منير الليله دي حصلت حاجات كتير قوي، انا ما اقدرش اكذب على نفسي ولا عليك. انت كان عندك حق لما قلت ان كلام ليلى اثر في نفسك، انا كمان كلامها اثر في نفسي. انت ما تعرفش ليلى بالنسبه لي ايه يا منير. نورا اوعى يا منير. يا حبيبتي يا نورا، سمعتي كلامي ومشيتي، رجعتي لاختك يا حبيبتي. ليلى انت جوايا، انت في دم، انت اختي، انت اعز مخلوقه عندي. تعالي تعالي يا حبيبتي نقعد مع بعض. احمد في الشغل، اتنين اخوات مش قادرين يقعدوا يتكلموا مع بعض. بتحبي يا نورا؟ تقومي تتصرفي معاه كده يا حبيبتي. طيب بلاش نتكلم في الموضوع. نتكلم. انا جيت لك بس عشان ما اقدرش على زعلك مني. كويس انك جيت يا نورا، انا ما كنتش هقدر انام ليلتي. ليلى ليلى انت ما تعرفيش الدنيا زيي، انت مقفول عليك الباب. ليه يا نورا؟ ما انا اتربيت معاكي في بيت واحد ودخلت الجامعه زيك. الدنيا اتغيرت يا ليلى، انت ما تعرفيش ايه اللي بيحصل دلوقتي في الشارع ولا في النادي ولا في الكباريهات ولا في الجامعات. عارفه يا نورا، صدقيني عارفه كل حاجه، بس مجرد معرفه. لكن حياتي لها معنى تاني. انا اخترت. انا كمان اخترت. انت ما انتش قادره تختاري، انت في دوامه مش ممكن ابدا. انا عارفه اللي جواكي كويس، مهما روحتي ولا جيتي لازم هترجعي لاهلك وتقاليدك ودينك. بس لحد ما ترجعي انا مش عايزاكي تدمري نفسك. نورا كلمه هقولها لك، اسمعيها مني، اعملي بيها او رميها البحر. نهاية أي حب لازم جواز، مش عشق وذنوب. أنا ما اتفقتش معاه على كده. اتفق. خايف مني. عنده حق، أنت تخوفي. كتر خيرك يا ليلى، أنا ماشية. نورة من غير زعل، خليكي قاعدة في بيتك لحد ما يجي لحد عندك يطلبك إذا كان بيحبك. Thank you.
انا حقيقي محتاجك، ما اقدرش اعيش من غيرك. مالك يا نورة؟ في ايه يا حبيبتي؟ في ايه يا نورة؟ مالك؟ مالك يا حبيبتي؟ ايه؟ في ايه؟ وحشتينا قوي يا نورة. ما تتكلمش، ارقص وانت ساكت. الأصدقاء كلهم كانوا بيسألوا عليك. لا انا هرقص مع منى ومرقص معايا. انا مش عايز ارقص معاك. ليه؟ من غير ليه؟ بس انا بحبك. وانا كمان بحبك. مش شايفه ان احنا نمشي نروح بيتنا بقى؟ لا مش عايز اروح هناك. طيب انا بقى هروح. لو لا خليك شويه كمان. انا بحبك. وانا كمان بحبك. لكن مش مستعد استنى لغايه لما توعي من طولك من الشرب. انا ايوه انت. طب لو عايزنا نمشي شلني. انا هشيلك. ايوه يا اخي شلني شلني بقى شلني يا منى. معندكش قلب، ما بتحبنيش، ازاي تعمل فيا كده؟ نورة حبيبتي، فين حبنا؟ فين سهرنا؟ فين ليالينا؟ كل ده هتضيعيه. أنا؟ أيوة أنت. ليلى بتقول إنك أنت اللي هتضيعه. ليلى؟ دي لسه سكرانة. إذا كان السكر بيخليني أقول الحقيقة يبقى أنا سكرانة. أنا اديت لك كل حاجة، حبيتك، قعدت في بيتك، عملت لك أكلك، كويت لك هدومك، رفت لك شرباتك، اديت لك كل الحب والحنان. وأنا كمان اديت لك كل الحب والحنان، اديت لك كل وقتي، اديت لك كل حبي. ليلى جت. أنت عايزة إيه؟ عايزة نتجوز؟ أنا ما اتجوزكش، ما اتجوزش سجان أناني، ما اتجوزكش. أنا أناني؟ أيوه أناني. أنت رايحة فين؟ ماشي. والمرة دي مش هرجع تاني، وانت ما تجيش بيتي، مش عايز اشوفك، مش عايز اشوفك. يا استاذ. موجود. الحجز موجود. كله ماشي. حقك تديني ماهيتك، بشتغل بدالك. مدام بتحبيه بطلي تبوظي وروحي له. انت عامله مشكله من غير مشكله. انت مش بتحبيه؟ خلاص احمدي ربنا يا نور. انت عاجبك حياتنا انا وسوزي. الله مالها حياتي. اسكت انت. يا ريت عادل يحبني. عادل كل اللي يهمه يقدمني لاصحابه عشان يمشي شغله. منير بيحبك يا نور، ما تضيعيش الحب ده. الحب بيجي مره واحده في حياه الانسان. روحي له خليه يثق فيكي. تاكدي منير كويس هيتجوزك. مش عايزه اتجوز واحد عايز يلغي ارادتي وحريتي، واحد بيعتبرنا حريم. كل المشكله انك بتاعه مظاهر وعند. انا يا عبيطه. من بدري روحي له قولي له حبيبي
انا مش هسيبك طول عمري. حبيبتي نورة، كنت وما أزال أتمسك بالأمل في أنك المرأة التي تصلح رفيقة العمر وأما لأولادي، وحبك سيجعلني أفقد كل شيء، سيدمر حياتي ومستقبلي. أتمنى لك حياة موفقة مع إنسان أكثر مني عمقا وتحررا وبعد نظر. الدكتور منير لسه ما جاش، معرفش هيجي أمتى، كل معلوماتي إنه مسافر. متشكرة. مش يمكن عنده شغل في اي بلد بره؟ كلها كام يوم ويرجع. يمكن، بس ده بقى له شهر. المشروع ده مخططين له كويس قوي ومتوقعينه النجاح 100%. عظيم. اهلا مدام نورة، عندي خبر حلو ليك. ايه؟ الدكتور منير جام السفر. هو في مكتبه؟ ايوه. منير يا حبيبي. نورة وحشتني. الحمد لله على السلامه. اهلا نورة، اتفضلي اتفضلي استريحي. مش عايز تبوسني؟ لا ابدا بالعكس. ما وحشتكش. بالعكس، اتفضلي سيجاره. مكسوف عشان في مكتبك؟ ابدا ابدا، مفيش حاجه. انت مضايق اني جيت لك؟ اتفضلي سيجاره. معقوله بسرعه كده لحقت تتجوز؟ نورة انا ليه عملت كده؟ ليه عملت كده؟ نورة ارجوكي وطي صوتك. أنا شرحت لك كل حاجة في الجواب اللي سبته لك. وأنا؟ أنا يا منير؟ أنا خفت منك، خفت من طريقة تفكيرك. في الأول كنت فاكرك بتقولي أفكارك دي لمجرد المناقشة، لكن اكتشفت إنك مقتنع بيها فعلا. أنت بتتكلم عن إيه يا منير؟ ده أنت لو سبتني هضيع. بتصدقني ليه؟ أنا كدابة كدابة. الحياة يا ناني زي ما بتدي بتاخد، ومؤكد بعد شوية من علاقتنا كانت هتاخد منك كل عواطفنا. الحب اللي بينا كان هيقل، واملي كنت مليني، كنت عايش مرعوب لتخونيني. اسكت اسكت، كل ده رغي ملوش معنى. يا ناني انا ابعد ايدك عني، ما تقوليش ناني تاني. افهميني بس، انا نورة مش محتاج في مراتي انها تحبني الحب ده كله، ولا اني اكون بحبها زي ما بحبك، لكن مهم جدا انها تكون مقتنعه انها تدي كل عمرها لبيتها. صدقيني يا نورة، انا عمري ما حبيت ولا هحب حد زيك. انت عمرك ما هتشوف وشي تاني. انت ليه بتقولي كده بس؟ انت حبيبتي وهتفضلي حبيبتي طول العمر. انت اناني، انا هعرف ازاي الحب. عايز مني ايه تاني؟ نورة عامل زي كده. نورة منير يا حبيبي. مالك يا منير؟ لا ابدا، بس تعبان شويه من الشغل. من فضلك استاذ عزة، لو سمحت تتفضل عندي. هي مالها؟ لا ابدا، اصل وقت شغلها خلص. طب ممكن اقف على تذكره الاقصر يوم السبت الجاي؟ تحت امرك. لازم حضرتك رايح تكتب قصه جديده. ده اللي انا بتمناه، الاقصر احسن مكان للتاليف. اتفضل. متشكر. ماشي، وانا مستنيه القصه الجديده باذن الله. تشاو. ناني مش عايز اسمع الكلمه دي تاني. انا اسمي نورة. نورة حبيبتي، بقول لك ايه، عندي فكره تجنن. ايه؟ رحله نسيان. نسيان؟ مش فاهم. نروح اي حته، نقعد كام يوم على حسابك، نغير جو ونرجع، على الأقل نستفيد من تذاكر الطيارة اللي بتديها لنا الشركة، ونصرف الفلوس اللي سابها لك أبوكي. اسمعي كلامي وقولي
لا. بقول لك لا مش عايزه. اي خدمه يا فندم؟ انا مش قلت لك مش هقابل حد النهارده؟ بس الاستاذ اسماعيل مش حد والموضوع مهم جدا. انا قلت مش هقابل حد يعني مش هقابل حد. انا مش هشتغل النهارده. اتفضلي. اشرب الشاي وانزل على القول. ايه؟ ده انا عامله لك فطير من الخبيث الجديد يرد الروح. فقير ايه يا ماي فقير؟ ايه ما تسمع كلام امك يا سلمان. يا باي مشغول، انا جاي في مأموريه هناك. والنبي ده انت خاسس من يوم ما سافرت مصر دي يا اخوي. باه. اديكي قلتيه، كويس كده؟ ما تشوف له شغلانه هنا في القصار يا ابو سلمان. ايوه النبي، خليك قاعد جنبنا امار. قاعد جنبكم؟ اهو ده اللي كان ناقصني. سلام عليكم يا بوي، سلام عليك يا ماي. اهلا. تابع منسي كده؟ يا ريت والله. طب ادينا فرصه نلبس بس. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايه اللي مضحكك قوي كده؟ اصل بدل ما يقول لي تشاو بيقول لي سلام عليكم. لذيذ قوي الواد ده. اسمعي يا سوزي، ها بلاش هزار في الحب، ده صعيدي ويمكن يحبك، والحب عند صعيدة حب رجالة بجد، حب حقيقي صعب. ما هو عشان كده عاجبني، عمري ما قابلت النوع ده. والنبي انت ما هتجيبيها البر، الحب مش لعبة يا سوزي. احكي لي بقى ايه نار يا بوي نار. انت ايه؟ ايه مخلوقة من الجمر؟ جمر؟ يعني ايه جمر؟ يعني حريقة مشعلة. احكي لي بس ايه ده؟ دي عباصة بتاع الفراعنة، تعال اقول لك نبذة عن تاريخه بتاع جواز عبد الله. الله، هي نورة راحت فين يا سولي؟ ما خبرش. هلو From which country are you? From Canada. And have you been here since a long time? Yeah. Are you Canadian too? No, I'm not Canadian. Sorry, excuse me. كان بيقول لك ايه؟ قال لي انت من كندا؟ قلت له ايه؟ قلت له لا. قال لك ايه؟ وقال لي ما عندناش ستات حلوين زيك في كندا. كان بيخاصمك؟ لا. Can you speak Luxor? What? احنا ضربت البركة يا مين؟ What you mean? Thank you.
مش على الجو ده. ما تكبر انا كزدوره احسن ولا ترمس ولا يا اخي تعالى، في راجل مدير ما يعرفش يرقص. امال تشتغل في شركه سياحه ازاي؟ تعال. انا مش طايقه الجو ده، انا هخرج في الهوا شويه. طب ما تاخديني معاك. لا خليك انت. اهلا يا دكتور. اهلا يا فندم. امال المدام ما جتش معاك ليه؟ اصل المدام ما بتحبش تصحى. بتدور على نورة؟ سافرت علشان تنسى، وانت جاي علشان تفتكر. اتفضل يا دكتور. الظاهر ان حضرتك وقعتي في غرام الميه. الاستاذ عزت صبري مش كده؟ هو بالظبط. تعرفيه؟ طبعا. حضرتك سايبه المزيكا والراس والضحك وجايه تقعدي هنا؟ غريبه ليه؟ يمكن لنفس السبب اللي جابك هنا. انا مش مهم، لكن واحده بجمالك وشبابك ازاي سيبوها لوحدها؟ هما ما سابوهاش، هي اللي عايزه تهرب. تهرب من مين؟ امانة ليه الادب قوي. طبعا انت دلوقتي عايزه تقولي لي وانت مالك؟ لا ازاي، العفو. الحقيقه انا مش هربانه من حد، مفيش حد ممكن يضطرني اني اهرب منه. اسهل لي اني اقول له في وشه اني رافضاه، لكن المشكله لما الواحد يرفض نفسه. دي بقى اللي مهما هرب منها دايما هتفضل معاه. يبقى الحل انك بدل ما ترفضيها توجهيها، يعني تديها تعليمات تتصرف ازاي وتعمل ايه. لا حضرتك مش اديب وبس، انت دكتور نفساني كمان. ابدا، بس كل ما في الموضوع اني مريت كتير مع نفسي بمشاكل زي دي. وعملت كده؟ هو واكتر من كده. ساعات كنت بيأس وافكر اني انتحر. وبعدين كنت بقول لنفسي افرض انك انتحرت واتولدت من جديد، طب هتعمل ايه؟ خلاص اعتبر نفسي اتولدت من جديد من غير مشاكل وانسى خالص مشكلتي دي كانها ما حصلتش. معقوله دي؟ طبعا معقوله. هي مشاكلنا عباره عن ايه اذا كانت مشكله فقر؟ اللي بتولد من جديد بتولد من غير فلوس خالص، واذا كانت مشكله عاطفيه فالمولود الجديد لسه ما عندوش عواطف، يعني هيحب من جديد، وده كله بيديني امل اني لسه احب واقتني وهنجح. تعرف ان فلسفتك دي ممكن تملى الانسان بالامل. احنا كلنا عايشين بالامل. اه يا انا بقى ده معقول نبقى نايمين الساعه 2 وتصحيني الساعه 5 عشان نتفرج على الشمس وهي طالعه؟ ايه ما تستاهلش يا هانم. الشمس كانوا بيعبدوها ايام زمان، خوفو كان اسمه ابن الشمس. اخناتون غير ديانة البلد كلها عشان خاطر الشمس، واحنا كل يوم ننام ونسيبها تطلع لوحدها بشرفك. ده مش حرام؟ حرام. معقول تجيبنا اسوان؟ مش كنت تقولي اسوان؟ اوه هو في الدنيا اجمل من اسوان؟ قولي استاهل ايه على كده؟
نطلب مصر نسأل عليها بيتها؟ مش معقول إلا إذا كانت اتجننت ورجعت لوحدها. جايز بقى. ألو؟ أوعى يا أستاذ. نورة؟ أوعى يا سير. ألو؟ سوزي؟ بكلمك من أسوان. لقينا نفسنا هنا. والله أنت مجنونة. لا مش أنا اللي مجنونة. ده واحد هنا هو اللي مجنون وهيجنني معاه. وانا يعني اتفلق؟ لازم تبقي تحكي لي بالتفصيل على كل اللي هيحصل. بقول أه؟ عرفتي بقى ان انت اللي مجنونه؟ طب بابا يا نوره بوشان. الحمد لله اديني ارتحت. نوره تعبت اعصابي خالص. يلا نخرج نتفسح. لا ماليش مزاج عايزه انام. وصلني اوضتي. اوضتك بس ما تدخلش. هو ده معقول؟ تدخل اوضتي وانا لوحدي ونورا في الاسوان؟ انا عارفه يا اختي. شوية صغيرة بس. اه طبعا امال كتيرة وانا لوحدي ونورة في الاسوان. انا عارفة يا اختي. طب اديني سيجارة. اتعلقت سيجارة. ولعلي. كمان قشطة. ايه جاي ورايا ليه؟ ايه ابدا تصور انا ولعت لك سيجارتك ونسيت اولع لنفسي. اصلاني مولع لوحدي. ومالك عرقان كده؟ هي الدنيا حر. بالعكس انا بردانة. امال انا حران ليه يا جدعان؟ وتاخد كولونيا؟ هتبوظ يا اخلاقي. فجعه وانا تصبح على خير. تعرف لو صحيتني الصبح عشان تشوف الشمس؟ لا خلاص عرفت انك ما بتحبيهاش. انا ما بحبهاش طبعا لانه الشمس والقمر مش ممكن يتجمعوا. انت بياع كلام. بياع كتب قصص. وانت احلى قصه قابلتها. تصبح على خير. وانت من اهله. انا هشتري لك فستان. يعني هشتري لك فستان. انا اللي جبتك اسوان من غير هدوم ولا حاجه. الله انا هاخد دي. ايه رايك يجنن؟ امسكي.
انت هتعمل ايه؟ طيب طيب امسكي امسكي وراي لا تقعي اتعلق في رقبتي طيب استنى يا خبر لا خلاص يا خبر استنى هشيلك انا يا ماشي انا اصلا لازم اوصل الورد ده لعبر اغا خان هات هات عنك اجمل واحده في الدنيا وديني انت اجمل مليون مره من كليوباترا اللي عمالين يقولوا فيها الشعر دلوقتي دي صحيح يا سولي سولي عليا النعمه امي لما تعرف ان اسمي سولي هتوجع من طولها بقول لك ايه ما تيجي اعرفك على ابوي وامي علشان قصدي يعني اصلا ناويه اتجوزك ايه تتجوزني انا يلا بقى انت عارف انا مين وحياتي ايه عارف عارف انك اجمل من كليوباترا وانك بتحبيني بس ده مش كفايه انت هتبقي بتاعتي وخلاص هحافظ عليك اكتر من عيوني جهره وحقفل عليها صندوق لا حد يشوفي ولا حد يمسي وايه ده كله عشان بحبك يا سوزي بعشقك الدمع هتفر من عيني اسمعي ما تيجي تجربي الاكل الصعيدي دوق العيش الشمسي وبرامي الويكا من ايدين الماي يا ماي بحبك يا بنت الفطور اهلا يا مرحبا يا مرحبا اتفضل يا بنايتي اتفضلي اتفضلي مرحبا متشكره يا عم ضربت منظرك اهلا ميرسي يا سولي سولي بتقول لي سولي يا ماي حضرتك بقى من بلادنا دي لا يا ابويا دي من مصر ايوه ما انا فاهم قصدي يعني من مصر ذاتها ولا من بلاد براه؟ لا لما تخش مصر على طول اصلها قمر شكله زي نسوين السواح انا من بلاد برا لكن عايشه في مصر من زمان لما بقيت بنت بلد يا عمي اما قلت عمي دي من بوقك حلوه قوي وعجبتك بلاد دي عجبتني ناسها يا طنط يقطع على حلاوه كلامك أنا بجيت سولي وامي بقى طال والله عشتي وشفت بنيات بلاد برا بيقولوا لي طنط يا نفيسي وماله يا اخوي ما زي بنيت هو انا حلوه زي بنتك كده ايه انت احلى كتير يا ابني يا ريتني بيضه وعينيا حلوه زيك دي انت عايزاهم يبقوا زي بنت اختك فاطمه ما بلاش السنه المطينه الطين دي يا ابوي يو واحنا قلنا حاجه اصل فاطمه كانت مخطوبه لسليمان يا بنيت وبعدين ابوها شاف بتكلم واد غريب وعشان كده ما اتجوزتهاش احسن لا مش عشان كده عشان ابوه قتلها قتلها نزل على رقبتها بصوابعه خنقها خنق وماتت امال طلع روحها وصن شرف وشرف سليمان نورة جد تعرفي انك وحشتيني مع اني ما غبتش غير 24 ساعه بس انت ما وحشتينيش ريحتيني منك اهلا استاذ عز اهلا بيك احنا زرقت البركه الله يبارك فيك يلا بينا اتفضل يا مرحبا اهلا وسهلا اهلا وسهلا مرحبا
مرحب. اهلا. عايزه استناني يا سويدي، ويمكن ده اللي بيخليه يتصرف تصرفات مش طبيعيه. ايه يعني مجنون؟ جنون الفنان هو اللي بيحرك حياته وبيجددها باستمرار، وهو ده اللي عمله فيا عادي، خلاني عايشه في دوامه مستمره ما بلحقش افوق منها. برافو يا عزه. مرحب. اهلا. اهلا مرحب. اهلا مرحب. طيب سولي، انا ما نفعلوش، دول ناس غيري خالص. انت كان معاكي حق، انا لازم ابعد عنه. سولي صحيح دمه خفيف ولطيف وراجل، بس لازم ابعد عنه. عم تطير هناك وعم تصرمح وترقص هناك. ايه ده؟ تبيني يا مجنون. جرايات لينا. انت مالك ومالي؟ قريبي، جوزي، بحبك. منير يا حبيبي، انت جيت؟ ايوه جيت يا سميرة. طب قوم بقى غير هدومك علشان انا عامله لك اكل يجنن. تعرف ايه؟ لا مش عارف ايه. كوسه بالبشاميل. اشمعنى يعني كوسه بالبشاميل؟ انت زعلان ليه يا حبيبي؟ الله، ما بحبش كوسه بالبشاميل. هايلة تجنن والله، تستاهلي عليها بوسه. بس بوسه بالبشاميل. لا تعالي هنا. كل واحد رايحه فين؟ ايه يا منير؟ قلت لك حبوسه. لا طب تعالي بقى بوسه بالبشاميل. Oh.
بترسلهم عشان تبسطيهم ولا عشان تنكدي عليهم؟ عايزه تبوظي لي حفله مكلفها 1000 جنيه وتضيع مني اكبر صفقه هعملها في حياتي؟ انت كل حاجه عندك تبص لها بالفلوس، الحياه عندك صفقه ومكاسب اربعه، انت ما عندكش عواطف ولا مشاعر ولا احاسيس، انت ايه يا اخي؟ انت حجر. ميرفت ايه ده؟ جرالك ايه؟ جرالي اني فقت، صحيت، حسيت بالعيشة اللي عايشها معاك، عايزة اتوب منك ومن حياتك. لا ده جنان رسمي، انت قطعا اتجننتي. انا لو كنت اتجننت كنت خنتك من زمان،
اي واحده مش عاقله مكاني كانت خانتك، بس انا بكره الخيانه. مربت طلقني عادل، انا من النهارده هاخد ابني واسيبك، هعيش لوحدي لكن بكرامه. طلقني ارجوك. الو مين؟ اصحي بقى، ايه الكسل ده؟ الساعة بقت 5 الصبح. عايزة، مش معقول. الحمد لله على السلامة. مش حبطت الجنان بتاعك ده بقى؟ حد يكلم الفجر كده. أنا قلت أصحيكي تشوفي الشمس قبل ما تطلع. طب وإيه اللي رجعك بسرعة؟ عشان تعرفي إن أنا ما أقدرش أستغنى عنك. أشوفك بالليل ضروري. طيب الساعة 9 هكون عندك. شوف أنت بقى الشمس على كيفك وسيبنا نام. مع السلامة. اهلا اهلا، الملكة تتفضل. ملكة مرة واحدة على عرش قلبي. ايه ده كله؟ ثانية واحدة. ايه ده كله؟ انت ناسي عيد ميلادك يا هانم؟ عيد ميلادي؟ كل سنة وانت طيبة. ميرسي قوي يا عزت انك افتكرت. أول مرة في حياتي حد يعمل لي عيد ميلاد. أول مرة في حياتي حد يفتكر إمتى جيت للدنيا. وهتلاقيني فاكر دايما. قد كده أنا مهمة عندك. أنت ظاهر مش عارفة قيمتك. ميرسي ميرسي قوي. مفيش دموع ولا حاجة. كل سنة وانت طيبة. عايزك. لقد سرق جمالك من كل وردة جمالها حسادك. طبعا الورد ده كله من الأصدقاء. طبعا. مشتي. مش عارفة أقدم لهم إيه. كتير. يطلبوا بس. هما مش هيطلبوا، هياخدوا. صحتك. مش يا عز بلاش. نورة حبيبتي مش لازم حاجة تتغير أبدا، زي ما أنا راسم تمام. مش عاوز كاس واحد. كاس واحد يا حياتي.
تفضلي. يا حبيبتي ما ترسميش لحياتك وانتي معايا، انا برسم لحياتنا احنا الاتنين مع بعض. تقصد ايه يا عزت؟ تصحيتك. تقصد ايه يا عزت؟ الحب اللي بينا. النهارده اجمل ليالي، الليله حفله تتويجه، تصحت حبنا. تصحت حبنا. عايزة بيطلب منك تكوني ملكة حبه للأبد، حب حتى الموت. جدي يا عزت، الليلة هنرتبط ببعض، مش الليلة، دلوقتي، دلوقتي حالا. دلوقتي؟ دلوقتي يا عزت؟ ازاي؟ أي ارتباط؟ مش أنت يا حبيبتي بتقولي أنا أدي نفسي لواحد بحبه وما أديش نفسي لواحد لمجرد إنه في ورقة بينا؟ برهاني على حبك ليا من غير مأذون، من غير شهود. نورة وعزت ما اعترفوش بكلام فاضي زي ده. لا يا عزت، أنا بعترف بيه، أنا دلوقتي بعترف بيه. ومن إمتى؟ من زمان مع عزت. أرجوك ما تهدمش اللي بنيته، أنا بحاول أكون إنسانة تانية، أنا بحاول أغير نفسي، ما تضيعنيش تاني. أرجوك يا عزت، أرجوك يا عزت. لا 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 يا عزت، مش مع عزت في صحتك، في صحتك. تعالي. هي دي المفاجأة يا عزت، اخطى عليك يا عزت، خيبت ظني، خلاص ضيعت كل أملي فيك. مشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر
وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم. أنت نورة، أنت قمتي من سريرك ليه؟ الدكتور قال لازم تستريحي. ما أنا بقيت كويسة يا حبيبتي، أصلي لازم أنزل. تنزلي؟ أنت لسه عيانة. معلش، عشان بابا ما يتضايقش مني. أنا يا أمينة مفيش حد بيحبني. أنا بحبك أوي، وماما كمان. خليكي قاعدة معانا، هتروحي فين؟ هروح فين؟ أقول لك على سر. قولي يا طن. في ناس أصحابي وحشني قوي. حبي ليهم كان أجمل حب في الدنيا، بس أنا اللي ضيعته. عمري ما هنسى حبهم ليا. وحشني قوي قوي. الو نورة، نورة، الو نورة، نورة، طيب متشكر.
انت كمان يا منير. اول ما عرفت اني انا انت فاكره نسيت صوتك؟ بس انا ما لحقتش اكمل الكلمه. حرف واحد منك كفايه، نفسك كفايه. معقول انسى كل اللي كان بينا يا نور؟ دي حته مني، من عواطفي، من قلبي. دي اجمل ايام عشتها، واجمل ايام عشتها انا كمان. بحبها لاني بحبك، وبكرهها لاني كرهت نفسي اللي عشتها معاك غلط. ضيعنا كل السعاده. ليه عملتي فيا كده؟ هنتعاتب يا منير ونقول مين اللي عمل. انا ما جيتش عشان كده، انا جيت بس عشان اقول بدموعي وندمي لكل ركن في البيت ده، لكل شبر منه، الوداع. جيت اودع حبنا اللي ما عرفناش نحافظ عليه. جيتي دلوقتي بس النهارده؟ انا كل ما كنت بشتاقلك كنت باجي هنا، كنت بقول يمكن الاقيكي، لكن ما كنتش بلاقي غير ذكريات. كنت بحس بيكي في كل ركن من البيت، بحبك، بروحك. ودلوقتي انا مش مصدق اني ممكن اخدك في حضني واقول اني اسعد واحد في الدنيا. يا حبيبتي. لا يا منير، احنا اتقابلنا عشان نفترق. انا فين وانت فين دلوقتي؟ صحيح انا لمست ايدك ووشك وشعرك، لكن انت مش انت وانا مش انا. بعد دقايق انت هتكون في بيتك مع واحده تانيه، وانا عارفه هكون فين. نوره، في واحد تاني في حياتك؟ لا مفيش حد بعدك، ما لقيتش حد زيك. انت يا منير لا قبلك ولا بعدك. انت حب كبير ضيعته. أنا لازم أمشي. خلاص مش هشوفك تاني. في أمل. ها يا منير، في أمل. سكت ليه؟ شفت إنه مفيش أمل. أشوف وشك بخير. فين يا حبيبتي؟ اهلا يا نورة. في حاجة؟ ليه ما حاولتش تعلمني؟ بدل ما تتضايق مني وتطردني من بيتك كل مرة، مش هي دي رسالتك؟ علم. دلوقتي الحمد لله. الله، لا عليكي قوي.
بصي في المرايه